اردت ان اكون من الانصار. فبكى القوم وضلت لحاهم وقاموا يقبلون يا رسول الله، قالوا رضينا برسول الله، رضينا برسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر الى الايمان ماذا يصنع والرحمة، لان هو عبارة عن كتلة من الرحمة. احنا قلنا فيه من قبل صلى الله عليه وسلم هو مثال للانسان، مثال للانسانية التي صاغها رب العباد سبحانه وتعالى. يعني كأنه سبحان الله العظيم صاغه رب العباد صياغة خاصة ليكون هو مثال الانسانية على مستوى التاريخ كله من قبل ومن بعد. ما وطئت الغبراء وما أظلت الخضراء، يعني إنسان أعظم من هذا الإنسان الذي يقصر رحمة وحنانا صلى الله عليه وسلم. لقد طال شوقي إلى أحبابي. قالوا أولست بأحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. ونحن والله يا رسول الله أشد شوقا إليه، يحن إلينا سبحانه. طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يراني وآمن بي. أتعرف أمتي؟ قال نعم، إني أعرف بصاحب الإبل من إبله، غرا محجرين من آثار الوضوء، كما قلنا في المحشر يا رب أمتي يا رب أمتي. هذا حنان، هذه رحمة.